السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معكم أحمد حسن. لو لسه أول مرة تابعنا انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا أول ما تنزل، وما تنساش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. في بداية الحلقة يلا كلنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان أنتوا تاخدوا حسنات وأنا آخد حسنات. حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا اللي هنتكلم فيها تاني عن شبكة الكان بوس وازاي نقدر نشخص أعطالها، وفي جزء في نهاية الحلقة عملي ازاي نقدر نفحص شبكة الكان بوس في أي سيارة. حلقة مهمة جدا، تابعها للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معاكم أحمد حسن. حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا اللي اتكلمنا عنها قبل كده مرتين، لكن ناس كتير طلبوها مننا نتكلم عنها أكتر ونتكلم عملي إزاي نقدر نفحص المشكلة دي. هنتكلم النهاردة عن الكان بوس وأعطاله وإزاي نقدر نفحصه. في البداية، شبكة الكان بوس هي أهم أو من أهم الحاجات اللي موجودة في أي سيارة، لأن هي اللي بتربط ما بين جميع كنترولات العربية مع بعض، وبتدي لكل كنترول البيانات أو الداتا اللي هو محتاجها. وفي معظم العربيات شبكة الكام باس بتتكون من حاجتين أساسيتين، هو الهاي سبيد واللو سبيد. الهاي سبيد وهي مسؤولة عن نقل البيانات اللي محتاجة سرعة استجابة، زي كنترول المكنة أو كنترول الجير أو كنترول الإيرباج. أما اللو سبيد الحاجات بتنقل الحاجات اللي مش محتاجة سرعة في نقل البيانات كبيرة. طيب، شبكة الكان بوس بعد كده بتجمع كل ده في حاجة اسمه الجيت واي مديول، وهو ده الكنترول الأساسي اللي مسؤول عن شبكة الكان بوس. بعد كده بيدي ده لفيشة OBD2، وعن طريق فيشة الـ OBD2 بنقدر نفحص شبكة الكان بوس زي ما هوريكم عملي دلوقتي. طيب، كنا شرحنا قبل كده ازاي نفحصها عن طريق فيشة كمبيوتر او كنترول الماكينة، لكن النهاردة هنتكلم اكتر عن فيشة الـ OBD2 وازاي نقدر نفحص شبكة الكان بوس ونحدد هل هي سليمة ولا فيها مشكلة. تعالوا نفهم اكتر. يعني المفروض ان كل كنترول في العربية بيديلي مجموعة بيانات معينة، زي مثلا كنترول الاي بي اس، ده بيكون في الهاي سبيد لانه محتاج بيديني سرعة العربية ماشية على كام. فبالتالي كنترول المكنة وكنترول الفتيس محتاج يقدر يعرف سرعة العربية كام. فعن طريق شبكة الكان بوس كنترول الاي بي اس بيدي بياناته او معطياته للشبكة، وبالتالي جيت واي بيدي لكل كنترول ايه هي المعطيات اللي هو محتاجها. طبعا زي ما احنا عارفين بتكون كل الكنترولات متوصلة توازي. عندنا بيكون حاجة اسمها برضو اللين باس نتورك، ودي شبكة فرعية لبعض الكنترولات، لكن بالنسبة لشبكة الكان باس دي بتكون مربطة كل الكنترولات توازي، علشان لو حصل اي خلل في كنترول يقع من الشبكة ولكن ما يعطلش العربية نهائي. شرحنا قبل كده شبكة الكان باس وفيشة OBD2 وازاي نقدر نختبرهم في حلقة قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو، وهسيب لكم لينك حلقة تانية برضو كنا منزلينها في وصف الفيديو. تقريبا الحلقة دي كانت نازلة من 3 سنين، لكن اطلبت مني كتير ان انا انزل حلقة عملي عن ازاي نقدر نفحص شبكة الكان بوس. تعالوا دلوقتي نشوف فيشة OBD2. طبعا فيشة OBD2 بتكون مختلفة احيانا في بعض العربيات، وبيكون لكل بن فيها حاجة معينة. يعني مثلا بن رقم 4 بتكون ارضي متصل بشاسيه العربية، بن رقم 5 بيكون ارضي اشارة من الكنترول، بن 16 وده بيكون كهرباء 12 فولت. خطوط الكان هي شبكة السيارة، وده اللي بيتحدد حسب نوع العربية. يعني مش كل البنات الخاصة بشبكة الكان هي نفسها في كل العربيات.
طبعا زي ما احنا عارفين ان كل ما الكنترولات العربية بتزيد دايما لازم شبكة الكان بتبقى اكبر وبتكون لازم تبقى اسرع في نقل البيانات. طيب تعالوا دلوقتي نقدر نعرف ازاي نفحص البنات اللي موجودة في كل فيشة. وبأكد تاني ان كل عربية ليها وايرنج لفيشة OBD2 وبيختلف معانا فيها هو البنات الخاصة بشبكة الكان واللين. طيب دلوقتي هنجيب اول حاجة الافوميتر، وده اللي هنستخدمه دايما في فحص شبكة الكان عن طريق ان انا بوصله ببن رقم 16 و4، المفروض يديني 12 فولت علشان اتأكد ان الكهرباء والارض موجودين. طبعا دول لو مش موجودين لما باجي اوصل جهاز كشف الاعطال بالنسبة لي مش هيقرأ معايا اصلا لانه مش وصل له الكهرباء. طيب تعالوا بقى نيجي لجزء المهم وهو شبكة الكان. لو هنشتغل على شبكة واحدة هيبقى ليها خطين بس، وهو لو وهاي، زي ما احنا قلنا اللو سبيد والهاي سبيد. طيب تعالوا نشوف ازاي نقدر نختبرهم. اول حاجة دول بيكونوا متوصلين توازي بمقاومتين في اخر الشبكة واول الشبكة 120 اوم، يعني المفروض لما اجي اقيس المقاومة بينهم توازي تديني المحصلة في النهاية 60 اوم، وهنشوف ازاي ده في نهاية الحلقة عملي في عربية كريزلر. طيب تعالوا بقى نشوف قياسهم بالفولت. هنيجي دلوقتي لما نيجي للو المفروض تديني فولت ما بين 2.5 و1.5 فولت، يعني لما اشوف البنة الخاصة بالهايز اللي باللو سبيد في الدياجرام باجي اقيسها المفروض ما تزيدش عن 2.5 والمفروض ما تقلش عن 1.5. طيب لو قلت عن 1.5 هيبقى عندي البنة دي فيها شورت مع الارضي، ولو زادت هتبقى شورت مع الكهرباء. طيب بالنسبة للهاي سبيد المفروض ما تعديش 5 فولت وما تقلش عن 2.5 فولت. طيب في حالة ان هي زادت عن 5 فولت انا كده عندي شورت او اتصال مع الكهرباء، ولو قلت هيبقى عندي اتصال مع الارضي. طيب دلوقتي لو انا جيت اختبر المقاومة اللي ما بين الهاي سبيد واللو سبيد لقيتها 120، يبقى انا عندي كنترول من اللي فيه المقاومة خارج من شبكة الكان اصلا، فبالتالي بقدر افصل كنترول لغاية لما اوصل المشكلة فين بالظبط. طبعا لما باجي اختبر الشبكة الكان باص المقاومة بتاعتها لازم اكون فاصل كابل البطارية. تعالوا دلوقتي نشوف الشرح عملي. طبعا دورت على الوايرنج دياجرام، جبت البنتين اللي فيهم شبكة الكان باص وحطيت الافوميتر على وضع الاوم، وطبعا لما جيت اختبر 59 اوم تقريبا اللي هي 60 اوم. زي ما انا شايف كان تالت بنة على اليمين من فوق وتالت بنة على الشمال على اليمين من تحت. باجي ابص اصلا هلاقيها 59 اوم، كده انا ما عنديش مشكلة في شبكة الكان باص. اتمنى ان شرح الحلقة يكون مفيد، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان تدعمنا، ولو عندك اي سؤال هستناكم تحت في التعليقات، ولو محتاج شرح حاجة معينة قولي في التعليقات وان شاء الله اقدر ان انا اعمله في اقرب وقت.